بس طبعا احنا عصام بنعرف انه عسف يودالية الكرمل هي بس نماذج لسياسه قطريه واسعه من مصادره الاراضي. المزبوط. انا عجبتني اسماء فكره الاستيطان في الاراضي اللي تم مصادرتها. انت شو رايك اسماء؟ يبدو هذا الحل الوحيد. اسا خلينا نشوف اخر تقرير معنا اليوم. طلاب فلسطينيون يقرعون ابواب الفن من خلال معرض فن بوجه الحرب، مشروع بادر له مركز مساواه بالتعاون مع دارة الثقافه والفنون. خلونا نشوف المعرض. تنتسب هذه الأعمال الفنية إلى طلاب فلسطينيين من الداخل لتحفيزهم على المثابرة والعمل في المجال الفني ليكونوا في المستقبل من كبار الفنانين المحليين لبناء أرضية ثقافية سياسية فلسطينية في الداخل. ومن هذا المنطلق باشر مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل بالتعاون مع دارة الثقافة والفنون في الناصرة لعمل هذا المعرض تحت عنوان فن بوجه الحرب. طبعا السياق تبع معرض بفن بوجه الحرب هو قسم من التدريب المجتمعي اللي بيعمله مركز مساواة في القانون الإنساني الدولي، أي أحكام الحرب والاحتلال. فمن خلال هذه الأعمال الفنية المتنوعة نستطيع أن نشاهد أن بعض الطلاب اختار أعمالا تعكس الغضب الداخلي ضد سياسة السلطة في إسرائيل، وبعض آخر استنبط فكرته من التراث الفلسطيني القديم، ومنهم من توجه إلى البعد الذاتي في داخله ليشخص الرؤية القائمة من خلال فنه. قررنا أنه نتوجه لفئة الفنانين ونحاول نعمل معها ورشة تثقيفية اللي فيها طبعاً منعطيهن عن القانون الإنساني الدولي. التصوير اللي أنا أكثر بهتم فيه أشياء اللي بحسها جويتي وعم بجرب أطلعها، يعني أورجيها للعالم، مشاعر داخلية يعني اللي عم بحس فيها، وفش عندي طريقة تانية بالحكي إسا، يعني عم بجرب أحكيها ومش راح أقدر. إذا بدك أوصف لك إياها بطلب منك بس أنك تطلع على الصورة مش أكثر من هيك. الفن التشكيل اللي إحنا بنشتغله أو بنعمله أو بنقدمه، الحرب اللي إحنا عايشينها من بداية العالم لحد اليوم اللي هي مستمرة. هادي عزيزي وميساء محروم هما من إحدى هؤلاء الطلاب الذين باشروا في الاشتراك في هذا المعرض وجاهدوا ليعكسوا نظرتهم الخاصة عن الموضوع، وذلك لإقناعهم بأن الفن من الممكن أن يكون سلاحا ثقافيا في مواجهة الوضع القائم. كل واحد أجا ووقف وطلع على الصور تعوني، وقف دي أو فكر بينه وبين حاله، شفت أنه حس إشي، هاي الجائزة تاعتي. الفن هو يعني بداية نهاية الكلمات، عندما الكلام ينتهي يبدأ الفن، وهذا شيء مهم جدا، يعني هو سلاح ووسيلة ووسيلة في التأويل وفي الشرح. الصور هنا بتعرض شغلات أنا بحسها جواتي، والبني آدم اللي بالصور هو أنا. دائما بحس انه في اشي مقيدني، في اشي ماسكني، وبجرب انه اطلق صراح نفسي منه، ومش قادر بقدرش. الحرب موجود بكل العالم وبكل المحلات، اما بشكل خاص اخترت هدول ال 13 لانه وقت الاستشهاد لهدول الاشخاص كان اشي كتير بيوجع الشباب اللي نقتلهم من بلدي، وكمان الاخرين اللي من قرى اخرى هني كمان من بلدي اللي انا عايشه فيه. فهذا الاشي اللي دفعني، يعني فنجان القهوه هذا الكبير الساده اصلنا من زمان بنشرب فيه القهوه، وبنفس الوقت اخترت إذا ملاحظ بقلب الفنجان موجود التحمل اللي هو بقايا القهوة السادة، وبشكل خاص اخترت قهوة سادة مش قهوة حلوة، لأنه نحن بنشرب عن روح المية فنجان قهوة سادة، بنشربش فنجان قهوة حلوة. كنت قصدي أني أختار القاعدة تبعت الفنجان اللي هي مراي، كرمال كل شخص يتطلع بقلب الفنجان، ومش بس بقلبه، كمان المراية بتعكسنا، بنشوف حالنا بقلب المراية اللي هي كمان ممكن نحن نكون من هدول الأشخاص.
الهدف كان أنه نعطي لطلاب الفن العرب صوت واحد جماعي. هي أول مرة يعمل معرض لطلاب فلسطينيين في المعاهد داخل في الداخل طبعا, فعن موضوع اللي هو موضوع سياسي ومسيس, وأعتقد أنه هذا نجاح أنه قدرنا نعمل معرض جماعي لطلاب الفلسطينيين في موضوع اللي هو موضوع مسيس وسياسي اللي الآخر كمان إجمالا ما بتقبلهوش. فئة الطلاب كفئة هي فئة اللي إحنا بدنا إياها للتعبئة السياسية وللتمكين المجتمعي ككل. معرض جميل جدا, وبالفعل الطلاب أبدعوا في تقديم أعمال فنية مختلفة, وإحنا بنتأمل إلهم المزيد من النجاح. أكيد عصام, بس إحنا وصلنا لختام برنامجنا لليوم, ولازم نشكر المشاهدين على حسن المتابعة, ونحب نذكركم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج عبر الخط الأخضر. أكيد, وتابعونا. إلى اللقاء.